اتعرف بيكي؟ انا اسمي شهرة ام فرح، بس اسمي هويدا سعيد عبد الكريم، من الوادي الجديد مش من مصر، وبقالي سنتين هون عاني مع ابو فرح مع السرطان، اللهم صل على النبي. يعني اهو الواحد زي بيعاني، وانا زي ما انتم شايفين عيالي لسه صغيرين، وديني اهو بجري بقول اي عشان اعيش ومعيش حلوه، ما يتبهدلوش مني، بس انا مش عايزه زياده عن كده، مش عايزه عيالي يتبهدلوا. بقالك قد ايه شغاله؟ انا بقالي سنتين على العربيه. حد ساعدك اهلي ولا انت؟ والله الناس اللي ربنا بيقدرها هي يعني بتساعد، بس طبعا مساعده يعني الحاجه دي ما بتكفيش طبعا العيال، واللي هيديني مش هيديني كل يوم. فانا بصيت ان انا لازم اعمل سبوبه لازم عشان اقفل عيالي منها. فكرتيش تقدمي في معاش تكفل وكرامه؟ عم اقدم. طيب هو المعاش بيكفي احتياجاتك؟ لا طبعا ما فيش، ده انا بدفع ايجار وانا عليا 8000 جنيه اصلا المخزن، انت هدخلك المخزن؟ انا واخده تحت السلم، الراجل جاي يقول لي لو انت مش هتدفعي ال 8000 جنيه دول انا تمشي، وتحت سلم. يعني انا بس عايزه مكان اسوي فيه واقفيه عشان هي اللي اكل العيال دي. طيب انت بتطلب ايه؟ نفسي اسدد اللي عليا ال 8000 جنيه اللي دلوقتي الراجل عايزهم، وانا ما معيش بقى على العيال دي وعلى العيشه وعلى المدارس، ومعايا واد تاني، معايا عبد الله في سنه ثانيه ابتدائي، ودي في سنه ثالثه، وكل يوم ودروس ومصاريف. نفسي في مكان اوقف فيه بحيث ان انا اكل العيال دي. طيب تحبي توجهي رساله لمين؟ اي واحد مسؤول يحس، يعني انا فاهم، يعني واحد يكون ابن حلال، ربنا يبارك له في ماله وفي عياله، يساعدني عشان اربي العيال دي عشان ما تتشردش. بس نفسك فرح تبقى ايه في المستقبل؟ نفسي كتير والله، نفسي تبقى تطلع دكتوره، امنيه حياتي اعلمهم عشان ما يتبهدلوش. بس في الاخر تحب تقول ايه؟ اخر حاجه تحب تقول ايه؟ احب ربنا يكرمني ويعيني عليهم، بس مش هقدر اقول اكتر من كده، ربنا يعيني عليهم وعلى تربيتهم وعلى الوقت اللي احنا عايشين فيه.